بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التفسير حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه يغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على استاههم وقالوا حبه في شعره. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الاخران حدثنا يعقوب يعنون بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي واكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر اني لاعلم حيث انزلت واي يوم انزلت واين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث انزلت انزلت بعرفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه قال سفيان اشك كان يوم جمعه ام لا يعني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. نعلم اليوم الذي انزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي انزلت فيه والساعه واين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت نزلت ليله جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وحدثني عبد بن حميد اخبرنا جعفر بن عون، اخبرنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود الى عمر فقال يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: واي آية؟ قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر: اني لاعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعه. حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا، وقال حرملة أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداقة، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي, اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن قالت والذي ذكر الله تعالى انه يتلى عليكم في الكتاب الايه الاولى التي قال الله فيها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشه وقول الله في الايه الاخرى وترغبون ان تنكحوهن رغبه احدكم عن اليتيمه التي تكون في حجره حين تكون قليله المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى قالت انزلت في الرجل تكون له اليتيمه وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها احد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها فقال ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما احللت لكم ودع هذه التي تضر بها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشه في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فيشركه في ماله، فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق فيرغب يعني أن ينكحها ويكره ان ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشه في قوله ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف قالت انزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وحدثناه أبو كُريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى: "ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف". قالت: "أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وحدثناه أبو كُريب حدثنا ابن نُمير حدثنا هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه في قوله عز وجل وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قالت نزلت في المراه تكون عند الرجل فلعله الا يستكثر منها وتكون لها صحبه وولد فتكره ان يفارقها فتقول له انت في حل من شاني حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه قال قالت لي عائشه يا ابن اختي امروا ان يستغفروا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام بهذا الاسناد مثله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فسالته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الايه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق قال نزلت في اهل الشرك حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، إلى قوله مهانا، فقال المشركون: وما يغني عنا الاسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله واتينا الفواحش فانزل الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الى اخر الايه قال فاما من دخل في الاسلام وعقله ثم قتل فلا توبه له حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج حدثني القاسم بن ابي بزه عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس المن قتل مؤمنا متعمدا من توبه قال لا قال فتلوت عليه هذه الايه التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى اخر الايه قال هذه ايه مكيه نسختها ايه مدنيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وفي روايه ابن هاشم فتلوت هذه الآية التي في الفرقان: إلا من تاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: قال لي ابن عباس تعلم وقال هارون تدري اخر سوره نزلت من القران نزلت جميعا قلت نعم اذا جاء نصر الله والفتح قال صدقت وفي روايه ابن ابي شيبه تعلم اي سوره ولم يقل اخر وحدثنا اسحاق بن ابراهيم أخبرنا أبو معاوية حدثنا أبو عميس بهذا الإسناد مثله، وقال آخر سورة، وقال عبد المجيد، ولم يقل ابن سهيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي، واللفظ لابن أبي شيبة. قال حدثنا وقال الاخران اخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمه الله فقال السلام عليكم فاخذوه فقتلوه واخذوا تلك الغنيمه فنزلت ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا وقراها ابن عباس السلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت الا من ظهورها قال فجاء رجل من الانصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الايه ليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها باب في قوله تعالى الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن عون بن عبد الله عن ابيه ان ابن مسعود قال ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين. باب في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثني أبو بكر بن نافع، واللفظ له، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المراه تطوف بالبيت وهي عريانه فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله فنزلت هذه الايه خذوا زينتكم عند كل مسجد باب في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب جميعا عن أبي معاوية واللفظ لأبي كُريب. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان. عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية الله اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم وحدثني أبو كامل الجحدري: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر، أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الى قوله غفور رحيم باب في قوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب قال كان نفر من الجن اسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد اسلم النفر من الجن حدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله قال كان نفر من الانس يعبدون نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن واستمسك الانس بعبادتهم فنزلت اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله وحدثنيه بشر بن خالد اخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبه عن سليمان بهذا الاسناد وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني ابي حدثنا حسين عن قتاده عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن مسعود اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فاسلم الجنيون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله باب في سوره براءه والانفال والحشر حدثني عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سوره التوبه قال آت آه توبة قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها قال قلت سورة الأنفال قال تلك سورة بدر قال قلت فالحشر قال نزلت في بني النضير باب في نزول تحريم الخمر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء. من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها، الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. وحدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس حدثنا ابو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اما بعد ايها الناس فانه نزل تحريم الخمر وهي من خمسه من العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث ايها الناس وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه، الجد والكلاله وابواب من ابواب الربا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا اسماعيل بن عليا حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن ابي حيان بهذا الإسناد بمثل حديثهما غير أن ابن علية في حديثه: العنب كما قال ابن إدريس، وفي حديث عيسى: الزبيب كما قال ابن مسهر. باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا عمرو بن زراره، حدثنا هشيم عن أبي هاشم. عن ابي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا في ربهم انها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزه وعلي وعبيده بن الحارث وعتبه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت ابا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم.